مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معنا من شركة ريست بروبرتي العقارات في تركيا. واليوم عم نصور ضمن شقة 4+2، 4 غرف نوم بالإضافة لصالونين كبار أو غرفتين معيشة كبار، بالإضافة إلى 4 حمامات. طبعا الشقة دوبليكس طابقين وبتتمتع بإطلالة مباشرة على البحر، عدا أنه على الخط الأول للبحر الأبيض المتوسط. طبعا ضمن مجمع عصري حديث، الشقة موجودة ضمن مجمع عصري ومفروشة بشكل كامل بأجود أنواع الفرش أو الأثاث. طبعا مثل ما كنتم شايفين نحن ضمن المطبخ، طبعا المطبخ مفتوح على الطراز الأمريكي، مفتوح بشكل مباشر على غرفة المعيشة أو الصالون. طبعا الشقة برجع بعيد أنه مفروشة بشكل كامل بأجود أنواع الفرش بالإضافة للأساس المطبخي الكامل مثل ما مبين معكم. مثل ما كنتم شايفين نحن حاليا على البلكون الاول اللي بيتصل مباشرة بالصالون، بإطلالة مباشرة على البحر، واجهة مفتوحة طبعا وبيتمتع بمساحة جيدة. طبعا في تراس بالطابق العلوي بيجي بمساحة اكبر. ما زلنا بالطابق السفلي او الدور الارضي او اللي بالاسفل، يعني الدور الاول. بعد ما انتهينا من استعراض غرفة المعيشة والمطبخ، هون رح نستعرض على يساري غرفة نوم مخصصة للاطفال. وأمامي مباشرة الماستر بيدروم اللي بالدور الأول، طبعا مزودة بحمام خاص وبتتمتع بخزانة ملابس وأحذية كبيرة بالإضافة لمساحة كتير جيدة. الماستر بيدروم الأولى طبعا مثل ما كنتم شايفين مزودة بخزانة كتير كبيرة بحجم كتير كبير مخصصة للألبسة والأحذية بالإضافة لحمام خاص مع بانيو كمان بحجم كبير. اما هلا فنحن منتجين على الطابق العلوي. طبعا الطابق العلوي بضم غرفتين نوم، واحدة منهم الماستر بيدروم مزودة بحمام خاص بالاضافة للصالون الكبير بالطابق العلوي، بالاضافة لتراس كبير وتراس خاص بغرفة النوم. اما هلا فنحن بالتراس الكبير بالطابق العلوي. طبعا التراس مثل ما كنتم شايفين بيتمتع بمساحه كثير كبيره بالاضافه الى انه مزود بباربيكيو او مكان مخصص للشوي واطلاله بانوراميه كثير رائعه مباشره على البحر. طبعا حاليا انتهينا، واللي بيحب يستفسر عن اي معلومات تخص هاي الشقة، مثل ما ذكرنا شقة دوبليكس بمساحة كثير كبيرة، للحصول على اي استفسارات او معلومات نرجو منكم ان تتواصلوا معنا على الخاص.